بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لأوم الدين، وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين، فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون، وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. يقول سبحانه وتعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي؟ هذه هي الحال التي كان عليها يعني القوم الذين يدعوهم النبي صلوات الله وسلامه عليه من هؤلاء الكفار الذين أصموا آذانهم عن سماع الحق. سماهم الله تبارك وتعالى صم، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن الموحى إليه لن ينفذ يعني إليهم لأنهم صم. أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، أن هذا من هذه حاله فإن الهداية بعيدة عليه. ثم قال جل وعلا متهددا لهم: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. من هؤلاء منتقمون، نذهبن بك بمعنى أن الله تبارك وتعالى إذا أخذ رسوله إليه فإنه سينتقم منهم لكفرهم وعنادهم وصدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. أو نرينك الذي وعدناهم، فنرينك عذابهم في حياتك فإنا عليهم مقتدرون، فالله تبارك وتعالى قادر على أن ينزل عذابه بهم في الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى. فاستمسك بالذي أوحي إليك، يعني تمسك به بكل قوتك، إنك على صراط مستقيم، وإنه القرآن وهذا الدين لذكر لك ولقومك، تذكر به في العالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون هذا القرآن نذيرا للعالمين، ويكون النبي نذيرا للعالمين، لأنه ينذر بهذا القرآن، وبالتالي يذكر في كل العالمين من وقته، لأن الله أرسله إلى كل العالمين، فمن وقته إلى آخر الدنيا يذكر. فلا يذكر الله تبارك وتعالى إلا ويذكر معه النبي صلوات الله وسلامه عليه، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولقومك العرب حيث نزل هذا القرآن بلسانهم، وحيث أراد الله تبارك وتعالى أن يخرج هذه الأمة من الظلمات إلى النور، ويجعلها خير أمة أخرجت للناس للعالمين. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلما قام العرب مع النبي صلوات الله وسلامه عليه وآمنوا به وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه ونشروا هذا الدين في العالمين، ذكروا في العالمين. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون عن هذه الأمانة العظيمة التي حملهم الله تبارك وتعالى، وهذه الرسالة العظيمة.
ثم قال جل وعلا: واسأل ما أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقد أخبره الله تبارك وتعالى، أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وجاءه الخبر اليقين بأن كل رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى قومه فإنما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ولم يدعو أحد منهم إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى. ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأقرب هؤلاء الرسل إلى النبي زمانا هو عيسى بن مريم عليه السلام، وقد قص الله تبارك وتعالى قصته بالتفصيل ودعوته قومه منذ ولادته وإنطاق الله تبارك وتعالى لهم. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فعيسى بن مريم عليه السلام من أول يوم عندما أنطقه الله تبارك وتعالى نقض بشهادة التوحيد وقال: إني عبد الله آتاني الكتاب. وظلت هذه دعوته يدعو إلى الله تبارك وتعالى، إلى عبادة الله وحده لا شريك له. لم يقل يوما إنه ابن الله وأنه ذاته ذات الرب تبارك وتعالى وصفاته صفاته، تعالى الله تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وهكذا سائر الرسل بعد ذلك، موسى عليه السلام والذي كان عيسى على شريعته كذلك دعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. هذه دعوته لقومه بني إسرائيل ودعوته لفرعون عندما دعاه إلى أن يعبد الله تبارك وتعالى رب العالمين وأن يخلي آلهته التي يعبد وألا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، دعاه إلى الله تبارك وتعالى. وكل الرسل بعد ذلك، كل رسول من أول نوح أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى هذه الأرض فإنما كانت دعوته لقومه أن يعبدوا الله، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكل رسول أرسله الله كان يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولم ينصب الله تبارك وتعالى من رسله ولا أنبيائه أحدا منهم ليكون شريكا لله تبارك وتعالى معبودا مع الله جل وعلا، كما قال تبارك وتعالى: ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فملائكة الله تبارك وتعالى ليس منهم من هو شريك لله تبارك وتعالى في شيء، بل لا يشفعون عنده إلا لمن ارتضى، وهم عبيده وهم عباده وليسوا بناته كما زعم المشركون، كما قال تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فهذه دعوة الرسل جميعا، وقول الله لرسوله: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، إنما سؤاله في هذا بهذه الأخبار التي جاءت من الله تبارك وتعالى وبهذا النقل يعني المستفيض عنهم مما جاء في الكتب البقية بأيدي اليهود والنصارى، فإن ما بأيدي اليهود والنصارى من الكتب كلها داعية أن هؤلاء الرسل إبراهيم وذريته من الأنبياء والمرسلين كلهم دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، كما جاء في التوراة: ما أعظم وصية أوصى بها الرب، قال: أعظم وصية أوصى بها الرب أعبد الرب إلهك ولا تتخذ يعني إلها غيره. فهذه أعظم وصايا الرب سبحانه وتعالى. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هل جعل الله تبارك وتعالى يعني للناس إلها يعبدونه غير الله تبارك وتعالى؟ لا، بل كل
يعني ما أوحى الله تبارك وتعالى به للرسل أن يدعو الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى، وأن يكون هؤلاء الرسل أنفسهم هم عابدون الله وحده لا شريك له، كما قال جل وعلا لرسوله: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دون. وكذلك أوحى الله إليه قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا كله إبطال لما يتمسك به هؤلاء المشركون، مشرك العرب، من أنهم على دين صحيح، وأنهم عندما يعبدون الملائكة فهذا هو يعني الدين الصحيح، وأن الملائكة هي بنات الله وأنهم يشفعون لهم عند الله تبارك وتعالى. كذب، كذب أبطل الله تبارك وتعالى في هذه السورة هذا قولهم الكاذب، وقال تبارك وتعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. وإنما كانت عبرتهم في هذه إنما هي اتباع لأهوائهم واتباع لما كان عليه آباؤهم وأجدادهم من قبل، وقد ساروا على هذا الطريق، وقد أخبر تبارك وتعالى قال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ثم ضرب الله تبارك وتعالى مثل بموسى عليه السلام، وبيان كيف كانت دعوته واضحة بينة معها الأدلة والآيات من الله تبارك وتعالى، وكيف كان الكفر والعناد والصد عنه مع ظهور ووضوح أدلته. وهذا بيان لتسهيل الأمر على النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأنه ليس بدعا في الرسل أن يقابل بهذا الصدود وهذا الكفر والعناد، فهذا رسول، كأن الله تبارك وتعالى يقول له: هذا رسول قبلك موسى عليه السلام، انظر كيف كانت دعوته وانظر كيف كان رد يعني القوم عليه. قال جل وعلا: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. ولقد تأكيد من الله تبارك وتعالى أرسلنا، الله سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه بصيغة الجمع لأنه الرب المعظم سبحانه وتعالى. موسى بني إسرائيل، الرسول رسول من أولي العزم من الرسل، بآياتنا، آيات الله تبارك وتعالى، آياته المتلوة، آياته، معجزاته سبحانه وتعالى، المعجزات التي أجراها الله تبارك وتعالى على يد موسى، إلى فرعون وملئه. أرسله الله، وقول الله بآياتنا والآيات منسوبة إلى الله، يكفي هذا أن نعلم أن هذه الآيات منسوبة إلى الله. إذا كانت الآيات منسوبة إلى الله فما أعظم هذه الآيات، إذ هي منسوبة إلى الله رب تبارك وتعالى. إلى فرعون ملك مصر في وقته، وكل من ملك القبط كان يسمى فرعون، وملئه وزرائه وكبرائه وجماعته، الملأ الذين يملؤون المكان أو يملؤون العين من يعني وجاهتهم وتمكنهم. فقال أي موسى عليه السلام: إني رسول رب العالمين، مؤكد هذا، إني رسول رب العالمين. وقد كان يكفي هذا أن يعلن هذا ليقابل بالتقديس والاحترام والإجلال والإكرام، إنه رسول رب العالمين، رب كل هذه الموجودات. فالعالمون كل العوالم، وهي ما سوى الله تبارك وتعالى، الله خالق كل شيء جل وعلا. فقال إني رسول رب العالمين، لكن انظر كيف قابلوا هذا. قال جل وعلا: فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. فلما جاءهم بماذا؟ بآياتنا، بآيات الله، الآيات المنسوبة إلى الله تبارك وتعالى. ويكفيك هذا، يكفيك بيان عظمة الآيات أنها منسوبة إلى الله. إذا هم منها يضحكون، إذا الفجائية، إذا هم منها، هذا فرعون وملأه منها من هذه الآيات يضحكون، وهذا منتهى
يعني السخرية والاستهزاء أنهم ضحكوا من هذه الآيات، يعني استهزاء بها واستصغارا لها. قال جل وعلا: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. ما نريهم من آية من هذه الآيات إلا هي أكبر من أختها، فكل آية في نفسها كبيرة، حتى إنك إذا نظرت إلى هذه الآية تجد أنها عظيمة جدا، نظرت الآية الثانية فلا تدري أيهما أكبر من هذه، كذلك في بابها عظيمة جدا. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. بعض هذه الآيات آيات عذاب، لكن لعلهم يرجعون إلى الله تبارك وتعالى، تذلهم هذه الآية فترجعهم. وقد أخبر سبحانه وتعالى أنها كانت 9 آيات كبرى، ولقد أرسلنا موسى في 9 آيات إلى فرعون وقومه. فمن هذه الآيات قول الله تبارك وتعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم، هذه آيات عذاب. 5 آيات من آيات العذاب الشديد، ثم الرجز بعد ذلك آية سادسة: فأرسلنا عليهم الطوفان، وهو الفيضان الذي يغرق مزروعاتهم ويغرق مساكنهم، والجراد الذي يأكل يعني مزروعاتهم، وهذا مصيبة، يعني آفة بالغرق، آفة بالجراد الذي إذا نبت شيء أكله، والقمل، وهذه آفة في الأبدان، والضفادع آفة للزروع والبيوت والمساكن، كان بعضهم يعني كانوا تدخل الضفادع إلى مخادعهم التي في مكان نومهم وفي طعامهم وفي شرابهم وفي أسواقهم وفي طرقاتهم، وإذا تكلم الشخص قفزت الضفدعة ودخلت إلى فمه، فيعني أذى بكل معاني الأذى. والدم عندما تتحول يعني الماء الذي يريدون استخدامه يتحول إلى دم عبيط، يغرفون الماء من النهر فإذا وضعوه في أوانيهم تحول إلى دم خالص عبيط غير مشوب. آيات عظيمة، الله يقول: آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فهذه الآيات مع العذاب لعلهم يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لم يرجعوا مع ظهور هذه الآيات، وهي آيات مذلة، ما هو مجرد أنها يعني خرق لمعجزة بعيد عنهم يرونه، وإنما آيات عذاب، وكذلك الآيات التي يرونها وهي معجزة في ذاتها لكن لا تمسهم، مثل عصا موسى الذي يضعها فتنقلب حية، ويده السمراء التي يدخلها في جيبه ثم يخرجها فتخرج بيضاء. فهذه آيات كذلك معجزات، وكان ينبغي أن يسجدوا لله يعني عندما يروا هذه المعجزات وأن يخافوه سبحانه وتعالى، ولكنهم ما زالتهم إلا عتوا واستكبارا. قال جل وعلا: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. وقالوا: يا أيها الساحر، هذا نداؤهم لرسول الله المرسل لهم من الله تبارك وتعالى. يا أيها الساحر، يوجهون الخطاب إليه على هذا النحو، وهذا فيه نوع من يعني احتقاره وازدرائه، وبيان أن الآيات التي جاء بها إنما هي سحر كما يعهدونه من فعل السحرة عندهم. وقالوا: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، ادع لنا ربك ليكشف عنا يعني هذه الآيات العذاب التي تنزل بهم، بما عهد عندك، بما عهد عندك من أنك إذا دعوته استجاب لك. إننا لمهتدون، يعني مستجيبون لك ومهتدون إلى الحق إذا كشفت عنا يعني هذه الآية من العذاب. قال جل وعلا: فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. عندما ترفع عنهم العذاب وتكشف عنهم هذه الآية، ينتهي الطوفان أو يذهب الجراد ويقتل، أو ينتهي الدم أو ينتهي القمل عندما يدعو موسى، فإنهم مع ذلك يعودون سيرتهم في الكفر والتكذيب.
قال جل وعلا هذا. إذن انظر يعني كل هذا فيه تسلية للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن الذي يقابل به من تكذيب القوم انظر فقد رأى، فقد قوبل موسى عليه السلام بأكبر من هذا، بآيات عظيمة من آيات الرب تبارك وتعالى، ولكن انظر يعني نظر القوم الذين أرسل إليهم إلى هذه الآيات وصدهم وكفرهم بها. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. هذه صورة كذلك من صور يعني الكفر والعناد والتكذيب واتباع الدهماء لقول هذا الماكر الخبيث الذي مكر بهم وهو يعلم الحق وفرعون. ونادى فرعون في قومه قال أي لهم يا قومي أليس لي ملك مصر، سؤال للإقرار حتى يقروا بهذا، يقولوا نعم أنت الملك وأنت الفرعون وأنت إلهنا وادد، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. الأنهار تجري من تحتي، نهر النيل بتفرعاته تجري من تحته، من تحت الجسور ومن تحت القصور التي بناها، فهي جارية من تحته وهو في قصره وفي أبهته فوق هذه الأنهار الجارية. وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أفلا تبصرون ما أنا فيه من العز والتمكين والقوة والقدرة والتصريف في شؤون يعني الخلق، أفلا تبصرون، سؤال الإقرار، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني أم بمعنى بل، يعني بل أنا خير من هذا الذي هو مهين، أو سؤال بل سؤال للإضراب وهمس الاستفهام، أنا خير من هذا الذي هو مهين، يعني موسى، وأنه من قوم هم في محل الذل والقهر عند القبط، يذلونهم ويجعلونهم في أعمالهم الحقيرة، ويقتلون منهم من شاء، يقتلون ذريتهم من الذكور ويتركون البنات عندهم يعني أحياء، يستحيونهم ليسخرونهم في الخدمة، والكبار يذلونهم بأنواع الإذلال، فهو من قوم مستذلين مستضعفين، كما قال تبارك وتعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فيشير فرعون إلى هذا ويقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، يعني موسى عليه السلام، والحال أن موسى عبد الله ورسوله هو العزيز الكريم وفرعون هو الحقير اللئيم، ولكن هذا الخبيث يعني افتخر بما هو فيه من الملك والأبهة وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجال المهانة، نفس الأمر الذي فعله كفار مكة بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، فإنهم ازدروه واحتقروه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني وكان يقول قائلهم ألم يجد الرب يعني أحدا غيرك ليرسله، يعني فهذا نفس الأمر. فالله تبارك وتعالى يسلي رسوله صلوات الله وسلامه عليه ويبين أنه الذي يقال له من هؤلاء المجرمين كفار قريش من احتقارهم له وازدرائهم له ورأيتهم أن هذه الرسالة هي أكبر منه وأنه كان ينبغي أن تنزل على غيره، نفس الأمر قاله قوم فرعون لرسولهم موسى عليه السلام، فهذا فرعون يقف خطيبا ويقول مثل هذا الكلام، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، فلولا فهلا، يعني فهلا إن كان صادقا فيما يدعي بأنه رسول رب العالمين أن يلقى عليه أسورة من ذهب فيحلى بها وينفق منها يعني على نفسه ولا يكون كاسبا للعيش بهذه الطرق من طرق الكسب التي يسعى بها يعني
الضعفاء والفقاء وعامة الناس، لما لا يغنيه الله تبارك وتعالى فيكون له، تنزل عليه أسورة من ذهب فتغنيه. ونفس المقالة قيلت للنبي صلوات الله وسلامه عليه، قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. فنفس الأمر، وسبحان الله كما قال جل وعلا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فما اقترحه والمشركون على النبي هو هنا ما يقوله فرعون ومن على شاكلته لموسى عليه السلام، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين في وقت واحد. فنرى هؤلاء ملائكة السماء الذين يزعم أنهم ملائكة الرب يأتوا معه مقترنين حتى يؤيدوه في 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 رسالته وفي أقواله. نفس المقالة كذلك كما قال جل وعلا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. نفس المقالة قال جل وعلا فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. استخفهم يعني استخف عقولهم، جعل عقولهم هذه وأذهانهم خفيفة بهذه الهراء وهذا القول المزخرف من ألوان الكذب التي ألقاها إليهم، فهذه جعلت عقولهم خفيفة. وبالفعل قالوا وين أنت الملك الممكن الذي تتحكم في الأمور، وكيف يعني يكون هناك مقارنة بين هذا الملك الممكن القائم في مملكته وبين هذا يعني موسى عليه السلام الذي ما هو إلا شخص من قوم ممن يعني يهانون ويعذبون، كما قال قومه أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. قالوا بني إسرائيل هم يعني في تحت قهرنا وهم يعبدوننا، يعبدوننا يعتصب يعبدون أنهم في محل العبودية تحت أقدامهم. قال جل وعلا فاستخف قومه، استخف فرعون قومه بهذا الكلام فأطاعوه، أقروا له بالألوهية وأنه كما قال عن نفسه أنه ربهم الأعلى، وأنه قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري وأن الأمر له وأن التدبير له وأن الملك له، فأطاعوه في مقالاته. قال جل وعلا إنهم كانوا قوما فاسقين، إنهم قوم فرعون كانوا قوما فاسقين خارجين عن طريق الرب سبحانه وتعالى، هذا من فسقهم، الفسق الخروج عن طريق الرب تبارك وتعالى. قال جل وعلا فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. لما كانوا بهذه المثابة من يعني الحقارة والدناءة والكفر واتباع الباطل وترك الحق والخروج عن يعني طريق الصواب، فإنهم أغضب، لما أغضب الرب آسفونا، قال أهل العلم بتفسير أغضبونا، لما يعني أغضب الرب تبارك وتعالى عليهم بهذا الفعل يعني بأفعالهم الإجرامية هذه التي قاموا بها، قال جل وعلا انتقمنا منهم. لا بد أن تنزل عقوبة الله تبارك وتعالى بهم ونقمته عليهم. قال جل وعلا فأغرقناهم أجمعين كلهم، جمعهم الله تبارك وتعالى من الملك الفرعون إلى آخر جندي من جنودهم وألقاهم الله تبارك وتعالى في البحر كلهم في مكان واحد، فأغرقناهم أجمعين. ثم قال جل وعلا فجعلناهم سلفا للمجرمين، لكل مجرم يقول له هذا سلفك، هذا أعرف هذا، يعني إذا سرت في هذا الطريق فيكون مصيرك مصير هذا. ومثلا للآخرين، مثل يتمثل به ويقال فيه بأن هذه فعل الله تبارك وتعالى وصنيع الله عز وجل بالمجرمين الصادين عن سبيله الذين يكفرون. نقف هنا وصلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.